مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، بعدنا يا شباب في وحدة الثانية اللي هي لوصف الحركة، وعنوان الدرس التسارع منحنى السرعة المتجهة والزمن، الصف العاشر، المادة الفيزياء، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2020-2021. بداية سنتكلم عن أن يذكر الطالب تعريف التسارع ويحسبه بيانيا، أن يحلل الطالب منحنى السرعة اللحظية مع الزمن لحسب الإزاحة الكلية. بداية، أنتم بتعرفوا هذه الألعاب الكهربائية في مدينة الملاهي هناك العديد من الألعاب التي توضح أشكال الحركة المختلفة، فما الفرق بينها من حيث تغير اتجاه الحركة والإزاحة لكل نوع؟ طبعا بكل بساطة أنه أكيد راح يصير في عندنا تغير في السرعة، وهذا بينتج أن عبارة عن تسارع، أو ممكن تغير في اتجاه السرعة أيضا بينتج تسارع أو تسارع مركزي. كل هاي الأشياء الآن سنتكلم عنها في موضوع التسارع. التسارع تعريفه معدل التغير في السرعة المتجهة بالنسبة للزمن. في أن التسارع موجب، يعني معناته السرعة بزيادة، وأن التسارع يعني السرعة هنا في زيادة في حالة تزايد، أو تسارعا سالبا عندما تتناقص السرعة، يعني أن تسارعا سالبا. كيف نحسب التسارع؟ اللي هو التغير في السرعة على التغير في الزمن، يعني V final ناقص V initial، يعني السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، حيث A هي التسارع وحدتها مثل لكل S تربيع تم اشتقاقها في أول واحد، وهذا هو الزمن بوحدة السكند، وهذه هي التغير في السرعة بوحدة الام اس اللي هي مثل كل ثانية. لازم نعرف إذا كان في عنا الآن رسوم بيانية للسرعة والزمن تصف حركات ثلاث أجسام مختلفة، صف حركة كل جسم على حدة. يا إخوان، إذا شفت الخط مايل بهذا الشكل، هذا معناته تباطؤ. شو يعني تباطؤ؟ يعني تسارع سالب، يعني معناته السرعة قاعدة بتتناقص. أما إذا شفت الجسم يتحرك إذا شفت الجسم إذا كنت خط مستقيم ما بين السرعة والزمن، هذا تسارع منتظم وهو موجب. أما إذا شفت خط مستقيم، في الحالة بيكون السرعة ثابتة أو منتظمة. إذا هاي الآن ملخصها، هذه تسارع موجب، لأن هذا تسارع صفر يعني معناته سرعة ثابتة، وهذا هو تسارع سالب بهذا الشكل. خلينا نحل سؤال عن منحنى السرعة المتجهة والزمن اعتمادا على المعلومات التالية. شو هي المعلومات اللي ممكن تعرفها من خلال اللي هو منحنى السرعة والزمن؟ ما سرعة الجسم بعد 10 ثواني؟ هاي 10 ثواني هنا على هذا المحور، مد منه خط، شوف ايش مقابله على محور السرعة، بنلاحظ انه 20 متر لكل ثانية. عند اي زمن سرعة الجسم تصبح 30 ام اس؟ 30 ام اس بتروح على هذا المحور، ال 30 بتشوف شو قابلها زمن، ويمثل اللي هو 15 ثانية او سكند. ماذا يمثل ميل المنحنى؟ ميل المنحنى يا اخوان اللي هو التسارع، ولو في اف ناقص في اي على دي اف ناقص دي تي اي. ايش تسارع الجسم في فترة A؟ بكل بساطة الفترة A ناخذ اي نقطتين، اي سرعتين عليهم، نطرحهم من بعض، والزمن المقابل اليهم، يعني مثلا 30 ناقص 10 ناقص 10، لا لان الان انا اخذت الصفر، 30 ناقص 0 على 15 ناقص 0، واللي هو 30 على 15 والجواب يساوي 2 ام اس تربيع. صف حركة الجسم في A B C، هذا تسارع موجب، يعني تسارع، وهنا B سرعة ثابتة ما في تسارع، وهنا في ان سرعة تتناقص، يعني معناته اللي هو تباطؤ.
إذا عندما تتغير سرعة الجسم بشكل منتظم بالنسبة للزمن فتزداد أو تقل بمقادير متساوية. فإن الحركة التي توصف أنها حركة منتظمة في هذه الحالة يكون تسارع الجسم ثابتا. حركة منتظمة يعني التسارع ماله ما بيتغير، ثابت. وممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، وممكن يكون يساوي صفر. إذا هذا تسارع، وهذا سرعة ثابتة، وهذا إيش؟ تباطؤ. الحين بدنا نعرف الإزاحة اللي من خلال هذا الرسم. الإزاحة الكلية التي تتحرك الجسم إخواني هو المساحة أسفل المنحنى. يعني جد الإزاحة في المراحل A و B. لاحظ إنه إيه؟ عامل مثلث. إذا معناته كيف أوجد الآن المساحات؟ لأن نتذكر مساحة المستطيل الطول ضرب العرض، أما مساحة المثلث هو نص القاعدة في الارتفاع. فبكل بساطة الإزاحة عند A يساوي مساحة المثلث ويساوي نص القاعدة ضرب الارتفاع. لاحظ المثلث القاعدة تبعته 15 والارتفاع الخاص فيه اللي هو ايش؟ اللي هو 30. إذا نص ال 15 ضرب ال 30 يساوي 225 متر. أما الإزاحة عند بي اللي هو الطول في العرض، لأنه الشكل تبعنا ايش؟ مستطيل. فبكل بساطة اللي هو الطول 30 والعرض 10، يعني 30 ضرب 10 يساوي 300 متر. افتح كتاب المدرسة صفحة 101 وأجب عن سؤال اختبر نفسك. يوضح الشكل المنحنى السرعة المنتجة والزمن لطائرة صغيرة تتحرك على المدرج قبيل الإقلاع. إخوان نفس القصة، إحنا بدنا نحسب أول شيء ما مقدار سرعة الطائرة المنتجة اللحظية عند كل من 14 و80. بنلاحظ إنه ال 14، إذا عند الثمانية بيكون 16 تقريبا، وعند ال14 يكون تقريبا 28. ما مقدار الفترة الزمنية اللازم لكي تتغير سرعة الطائرة من 20 متر لكل ثانية إلى 40 ام اس أو 40 متر لكل ثانية؟ بكل بساطة اللي هي عند ال20 بكون 40 لسرعتها، معناته 20 ثانية، وعند ال40 يكون 10، فالفرق الزمني بيكون 10 ثواني. ما مقدار الإزاحة التي قطعتها الطائرة بين اللحظتين 0 و20 ثانية؟ من 0 ل 20 ثانية إخوان راح يتشكل عندي مثلث. هذا المثلث بدنا نحسب مساحته. مساحته اللي هو الطول، عفوا، اللي هو المثلث هذا الكبير، الطول اللي هو 40، هذا 40 اللي هو الارتفاع، والقاعدة 20. إذا النص في 20 في 40، إذا نص ضرب 20 ضرب 40 اللي هو مساحة المثلث، وبيطلع لنا الجواب 400 متر بالآلة الحاسبة. احسب التسارع الجسم في المراحل الزمنية A و B C من الحركة. التسارع في A بناخذ اللي هو 9 ناقص 0 على 2 ناقص 0، يعني 9 على 2 يساوي 4.5. لاحظ التسارع هنا موجب. أما في بي اللي هو 9 ناقص 9 على 4 ناقص 2، يعني راح يكون الجواب صفر لأنه ما في هنا تسارع. أما سي راح ناخذ اللي هو عبارة عن صفر، وصل هنا صفر، سرعة صفر، ناقص 9 على 5 ناقص 4، والجواب يساوي ناقص 0 ناقص 9 على 5 ناقص 4، يجاوب يساوي سالب 9 متر لكل ثانية. إذا السرعة المتجهة اللحظية هي السرعة المتجهة للجسم عند لحظة معينة. تحسب السرعة اللحظية من ميل المنحنى، الإزاحة الكلية، والمساحة أسفل المنحنى. ودمتم بحفظ الله ورعايته. عندك تمرين في الكتاب الموضوع القادم، معادلات الحركة.